لك، تفضل. أولا كنت أتمنى من حضرتك المذيع أن تكذب ما قال ضيفك برغوثي. أنا لم أقل إن أنا الشعب أتحيز إلى الفلسطيني رأيي، مات. أنت تتحدث على لا لسان لا لا إسرائيل الآن، لا أنا لا لا أتحز... هذا لا كذب، أتحيز إلى رأيي، أنا لم تفضل. أقل الشعب الفلسطيني مات، وهذا غير يعني غير ما مهني الفرق ما بين وغير القضية أخلاقي. الفلسطينية أنا والشعب الفلسطيني القضية إذن يا دكتور الفلسطينية، إيدي؟ ما الفرق؟ أنا قلت القضية ما الفلسطينية الفرق؟ ماتت ما ولم الفرق؟ أقل الشعب الفلسطيني ما مات، الفرق بين يعني القضية والشعب الفلسطيني؟ لا في فرق نوع عن جد، يعني عم تمزح معي؟ أنا تفضل يعني الشعب الفلسطيني أوضح هذا مسكين. الأمر، يعني كيف ما الفرق بين القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني؟ تفضل. القضية الفلسطينية استقلال دولة فلسطين ما يسمون، وأورشليم القدس عاصمتهم كما يزعمون، هذه القضية. الشعب الفلسطيني مسكين، لا بل ضحية حكامهم. أنا أطلب منك أن توضح هذا للمشاهدين قبل أن أتابع هذا الكلام. طيب هذه النقطة أطرحها دكتور سمير غطاس. دكتور سمير، هناك فرق بين القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، هكذا يقول الدكتور إيدي كوهين، تفضل. يعني خلط غير نزيه، لأن القضية الفلسطينية يحملها الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية تأكيدا ل يعني عدم صحة، لا أريد أن أستخدم تعبيرات أخرى، القضية الفلسطينية حية في الأمم المتحدة عندما صوت 14 عضوا في مجلس الأمن ضد صوت وحيد هو الولايات المتحدة، عند صوت أكثر من 150 عضو في الجمعية العمومية ضد موقف إسرائيل، في كل المحافل الدولية، في لجنة حقوق الإنسان، في العالم كله ما تزال القضية حية. حركة المقاطعة التي تنتشر في أوروبا كلها ضد البضائع الإسرائيلية من المستوطنات التي تحتل أراضي فلسطينية، الآن يبحث، الآن وأنا أتحدث معك يبحث جانب من القضية الفلسطينية في القاهرة على أعلى مستوى، يمثل الأمم المتحدة السيد ميلادينوف، ممثل الأمم المتحدة، الرئيس الفلسطيني كان في موسكو، وهكذا. ففي كل أرجاء العالم ما تزال القضية الفلسطينية حية.